السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلصة معكم محمد نور الدين متابعين الكرام موعد مباراة منتخب سلطنة عمان أمام منتخب الكويت اليوم بإذن الله تعالى الخميس عشر, عشر عشر ألفين مباراة في الجولة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم أمريكا ألفين ستة وعشرين بإذن الله تعالى متابعين الكرام سلطنة عمان في مواجهة الكويت اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت بتوقيت مصر ومكة المكرمة والساعة سبعة مساء بتوقيت الكويت والساعة تمانية مساء بتوقيت سلطنة عمان بالنسبة لباقي التوقيتات المباراة معادها سبعة مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا المباراة تمانية مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات المباراة معادها الساعة ستة مساء بتوقيت ليبيا والسودان والساعة خمسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة أربعة عصرا مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا القناة الناقلة للمباراة ومتابعينا الكرام قناة بين سبورت اتش دي فور رابعة والمعلق المتألق عصام الشوالي وقناة الكاس القطرية ستة والمعلق احمد الطيب ملعب مباراة ملعب, ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي الجولة الثالثة من تصفيات اسيا الموال لكأس العالم 2026 اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو كان معكم محمد نور الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته